لا يا عادل، انا متاكد ان دي مؤامره مترتبه لك، علشان كده رفعت قضيه على الوزير وعلى مدير دار الكتب، لانه مش من حقه انهاء خدمه موظف عمومي لاسباب صحيه الا اذا كان عاجز عن العمل. ما تتعبش نفسك يا سامي وتقعد تهاتي في حاجات ملهاش اخر. ولعلمك بقى انا مبسوط جدا هنا. مبسوط؟ انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك يا عادل؟ اهو على الاقل ارتحت من الحياه وقرفها من عرب اخوها، وارتحت كمان من الحاره اللي بقت عامله زي المرض المزمن اللي بتبات فيه تصحى فيه، وارتحت من الشغل وبقيت رايق. انا كده كده كنت عايز ابعد عن الناس يا سامي. لا يا عادل لا بقى، انت لازم ترجع لبيتك وترجع لشغلك. يا اخوانا انا هتجنن والله بقى. عدلي علام، عدلي علام اللي دماغه توزن بلد يدخل مستشفى المجانين. اله يا رب يخرب بيوتهم يا رب، يا رب ولع فيهم بجد يا رب، ورينا فيهم يوم يا رب. اهدى اللي حجزوك انت كمان. والله يا ريت يا عادل، انا ليا الشرف ان انا اقعد معاك هنا. وقال ايه مدخلينك مستشفى المجانين عشان بتكلم نفسك؟ ومين في البلد مش ماشي يكلم نفسه؟ قال له قول لي يا سامي، هو مش ماجد صالح كان واقع مع منير عزام وقعدوا يشتموا بعض؟ ده يقول له انت حرامي والتاني يقول له منتشي وحاجات كده. اه، واتقابلوا صالحوا وتعشوا مع بعض وخلصوا الموضوع وبقوا سمنه على عسل. وماجد صالح وزكى ابو العيون مش برضو كانوا واقعين في بعض والبلد ما كانش لها شغلانه غير الحكايه دي؟ ورجعوا حبايب اكتر من الاول. مش عايز الناس تمشي تكلم نفسها في الشارع؟